هل نجح فيلم شلتي شلتي؟ هل فيلم اللي صدر سنة 2003 نجح وحقق 4 أضعاف ميزانيته؟ وفي معلومة عن هذا الفيلم، وهي أنه إشواريا هي اللي كانت راح تكون البطلة مع شاروخان، لكن قيل أنه في بداية التصوير وقع بين إشواريا وسلمان خان خلاف كبير بسبب علاقتهم العاطفية، ولذلك اضطر شاروخان اللي كان كمان منتج الفيلم أنه يستبدل إشواريا براني مخرجي حتى يتفادى المشاكل. كم عدد أفلام بارون سوبتي؟ بارون قام لحد الآن ببطولة 3 أفلام: مي أور مستر رايت واللي صدر سنة 2014، وتوهي ميري ساندي واللي صدر سنة 2016، و22 ياردز اللي صدر سنة 2019. أين يسكن شاروخان؟ في بداياته كان يسكن شاروخان وزوجته غوري في شقة من 3 غرف مواجهة للبحر غرب بلدية باندرا في مومباي، واللي اشتراها من الممثل المعروف راجيش خنا. لكن أثناء تصويره فيلم يسبوس سنة 1997 وخلال مروره على الطريق لفت انتباهه قصر اسمه فيلا فيينا، واللي تم بناؤه في حقبة العشرينات من القرن الماضي. وسنة 2001 حقق شاروخان حلمه واشترى القصر من مالكه بالوصاية، وقام سنة 2005 بتغيير اسم القصر لمنات.